17 دقيقة، هدف للنصر مقابل لا شيء للرائد، عالي رساوية والرأس، هدف ثاني، هدف ثاني القائد، القائد حسين عبد الغني، القائد حسين عبد الغني بعد ركنية وتنفيذ من داميان مانسو، الدقيقة 17 تشهد تقدم لفريق هذا الجمهور الهادر الحاضر في هذا اللقاء، وهدف ثاني برأسية القائد، هدف ثاني برأسية القائد بعيدا عن المراقب أيضا، هذه عادة، وهنا الرأسية الأولى، لا وجود لتسلل، لا وجود لتسلل، برافو برافو، اللقطة التلفزيونية توضح وجود أو وقوف ماجد هزازي بعيدا، جاءت الرأسية من محمد عيد، و هذه رأسية محمد عيد الأولى، حسين عبد الغني يقبل في المرمى، في مرمى الخوجة لحسين عبد الغني الذي يعني تابعت حقيقة الكثير ممن أشادوا ما شاء الله تبارك